قال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. نعمة اليوم هي استمرار الحياة، هي المعجزة الإلهية العظمى التي أبهرت العلماء لآلاف السنين. يا ترى كيف يخلق الإنسان؟ كيف يتكون ويتشكل؟ متى يصل إلى شكله النهائي؟ اليوم إن شاء الله أنا ما رح أحكي كثير، ورح أرجع لكم في آخر دقيقتين بس من الحلقة. رح أترككم مع فيديو إن شاء الله لترى بعينيك إعجاز رب العالمين في الخلق. بس لا تبخل على نفسك وقول وأنت تشاهد هذا الفيديو سبحان الله، وقول تبارك الله أحسن الخالقين، وشوف إعجاز الخالق في خلقه.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون نعمة الخلق نعمة الإيجاد نعمة أن الله سبحانه وتعالى اختارك لتكون في هذه الحياة الدنيا هذه النعمة هي أعظم نعمة على الإطلاق من الله سبحانه وتعالى لك كيف نشكر هذه النعمة العظيمة من ربنا؟ نشكرها بالاستعداد وهذا الشكر الحقيقي الاستعداد ليوم الرحيل مدام رب العالمين كتب عليك هذه الحياة وكتب أنك من الذين على وجه الأرض وعلى وجه هذه البسيطة فقد كتب عليك أنك ستموت في يوم من الأيام الاستعداد ليوم الرحيل هو الشكر الحقيقي لنعمة الخلق كلنا سنمر وسنواجه هذا اليوم رب العالمين يقول كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب العالمين لما كان يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إنك ميت وإنهم ميتون غرفة مترين في متر راح ندخلها كلنا في يوم من الأيام ويمكن نعيش فيها أكثر بكثير من 60 أو 70 سنة اللي راح نعيشها في الحياة الدنيا هاي الغرفة ستكون مقرك في يوم من الأيام في هالمكان راح ينزل عليك التراب طبقات من التراب راح تعزلك عن الدنيا وما فيها راح تعزلك عن تجارتك وأموالك
وراح تعزلك عن عائلتك وأهلك وأولادك، وراح تعزف عن كل ما في هذه الدنيا وكل أشغالها. في هذا المكان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ستأتيك الملائكة لتسألك 3 أسئلة فقط، أسئلة يمكن نحن هلأ لما الواحد بيسمع بيقول أسئلة سهلة، لكن الجواب عليها تحت الأرض صعب صعب. وكلنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا في إجابة هذه الأسئلة في هذا اليوم الصعب. من ربك؟ ما دينك؟ من هو نبيك؟ هذه 3 أسئلة هي مفرق طرق راح تحدد مصيرك في الآخرة. فإن أجبت على هالأسئلة سينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة، فيأتي من ريح الجنة ونعيم الجنة، ويمد له في قبره مد بصره. ثم يأتي رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح ويقول له أبشر بالخير، أبشر بنعيم من الله ورضوان. ثم يقول أنا عملك الصالح فقد علمتك سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. والعكس لا قدر الله، إذا لم تجب على هذه الأسئلة، العبد الذي لا يجيب على هذه الأسئلة سينادي مناد في السماء أن كذب فافرشوا له من النار، فيأتي من عذاب النار وسموم النار. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب فيقول له أبشر بالشر، أنا عملك السيء، أنا عملك الخبيث، فقد علمتك سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله. استعدادك لهاليوم ليوم الرحيل اللي راح نمر فيه جميعا هو شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، نعمة الخلق، لأن الحياة هي خلقك فيها رب العالمين اختبار، هي طريق إلى الآخرة. إما أن تنجح في هذا الاختبار وتفوز بجنة عرض السماوات والأرض، وإما لا قدر الله العكس. لذلك حاول واحرص على أن تشكر نعمة رب العالمين، نعمة الخلق. تذكر دائما هاليوم هذا، في ناس ما بتفكر بهذا اليوم وتنسى أنها ستمر على المقابر وستكون من أهلها. هدول الناس الموجودين هلأ بالقبور كانوا ناس عاديين موجودين فوق الأرض، والله الآن أعلم بحالهم. اللي شكر نعمة رب العالمين نعمة الخلق، والذي لم يشكر نعمة الخلق، اللي عرف الطريق الصحيح في هذه الحياة الدنيا وعاش كما يريد الله سبحانه وتعالى سينجح بإذن الله في هذا الاختبار. الله يثبتنا إن شاء الله في السؤال يوم السؤال، ويجزينا يا رب إن شاء الله جنات عرض السماوات والأرض جميعا نجتمع فيها بإذن الله.
سرت القوافي تنتشي في حدائي في حمد ربي مسبغ الآلاء نطق الفؤاد بكل ما أكرمتني يا خالقي من باهر النعماء أبصرت قوام حسن معجز الإنشاء من ألهم الطفل الوليد لتوه أن يجمع الأنفاس دون عناء لك يا إله الكون أسجد عاجزا عن شكر هذه الأنعم الفيحات